برحب بحضراتكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم. ده لقائنا الاخير في برنامج الحصاد في اخر الاسبوع. الحقيقه ان شهر ربيع الاول، وهو شهر هذا الشهر الكريم الفضيل، هو الذي شهد مولد خير الانام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، قرب ان احنا نوصل على نهايته، خلاص اوشكنا على نهايه هذا الشهر الكريم. ولكن لا تزال السنه النبويه هي حاضره معنا، لابد أن تكون حاضرة، وإذا كانت غابت عن أذهاننا فترات أو بعض الوقت لابد أن نحييها، وهو ده الدور اللي بتؤديه المؤسسات الدينية باختلافها، سواء بقى كان الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف أو يعني المنابر الدينية المختلفة. ده دور مهم قوي، والحقيقة من خلال هذه المناسبة هنسعى لتطرق لموضوعات مختلفة، من ضمنها كيف يكون الخطاب والحوار الديني الآن ونحن نعيش عصر مختلف تماما عن العصور اللي كانت قبل كده. يعني احنا بنتكلم مثلا من 10 سنين فاتوا، لابد حتى كمان في هذه الفترة البسيطة جدا أن يتغير الخطاب الديني، وتغير كبير جدا، لأن احنا تغيرنا كمان تغيير كبير قوي. اسمحوا لي ارحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ علي فتحي منصور، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا بحضرتك. محمد يا فندم، محمد مشرفنا ومنورنا، وكل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك يا فندم، كل سنة وحضراتكم بخير والقناة بخير ومصر كله بخير. ربنا يديك الصحة يا فندم. الله يخليك يا فندم. أولا، هل يتسنى لينا الاحتفال بهذا المولد الشريف؟ لأن كان هناك دعوات، ويمكن الدعوات الوهابية كانت دائما ما بترفض الاحتفال بمولد سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الاحتفال مبدئيا؟ أولا، الحمد لله رب العالمين، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، عظم جميع الخلائق رحمة وعلما. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا ليلة الجمعة البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، وأن تبلغ شوقنا وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أشكر فريق الإعداد المبارك وهذه القناة المباركة على احتفائها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنها تهتم دائما بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما يشغل الأمة الإسلامية. في البداية نقول لهؤلاء الذين يدعون عدم مشروعية الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهم ارجعوا إلى ما كنتم عليه، وارجعوا إلى جادة الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنا ومن أنتم ومن كل الكون كله؟ لأننا لابد أن نعلم أن الكون كله يسبح بحمد الله عز وجل، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من فراغ، ولكن لابد أن نقرأ النصوص الثابتة، لأن هناك نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية لابد أن نقف عندها إجلالا. ولابد أن نعلم ويعلم المشاهد الكريم أن النص الثابت إذا ورد أو كان هناك نص قطعي الدلالة، فلا يجوز لأحد مهما كان علمه أو وزنه أن يتدخل فيه. أولا، بادئ ذي بدء نقرأ القرآن الكريم جيدا، ونعلم أن الله تبارك وتعالى اختص نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو الشافع المشفع وهو العاقب، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي، أنا بقول سيدنا النبي، سيدنا النبي هي بتزعل بعض الناس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيها السادة، بصيغة الأمر المباشر في سورة الأحزاب، يخاطبنا رب العالمين قاطبة، فيخاطب حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول له؟ يقول إن الله وملائكته بيعملوا إيه؟ يصلون. دي فعل أمر، وعلماءنا في الأزهر علمونا أن فعل المضارع يدل على الاستمرار. إذن الله عز وجل والملائكة مستمرون في الصلاة على رسول الله. ثم تأتي الآية، ختام الآية أو تزيلها، يا أيها الذين آمنوا اعملوا إيه؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن مطالبين فرضا ونصا أن نصلي على رسول الله. مشروعية الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقول لهؤلاء اقرأوا في سيرة النبي. نقول للإخوة الوهابيين الذين أتوا إلينا من كل صوب وحدب، يعني مش عايز أقول بدين جديد، يعني حرموا علينا وجعلوا ديننا الجميل الطيب المبارك هذه الوسطية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. أمة وسطة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الوسط. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أيها السادة فيحتفي بميلاده،
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتفي بميلاده. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين: هذا يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، وفي إحدى الروايات: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا كان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، رسولنا صلى الله عليه وسلم يحتفل بميلاده. هناك فرق في اللغة أقوله للمشاهد الكريم. بعض الناس يقول احتفل، أنا ممكن أحتفل بميلاد ابني أو بنتك أو ابن فلان، بعمل إيه في عيد الميلاد؟ تورتة، بعزم الأهل والأقارب، بعمل جو مرح في البيت، بفرح الطفل، بفرح الأسرة. فلماذا لا يكون فرحنا برسول الله؟ أنا لا أقول أحتفل برسول الله، لأن من أنا ليحتفل برسول الله؟ إذا كانت السماء احتفلت برسول الله فمن أنا ليحتفل برسول الله؟ أنا أقول أحتفي برسول الله، لأن أنا لو قلت أحتفل برسول الله هيبقى يوم واحد، لأن أنا بحتفل بميلاد ابني أو عيد زواجي يوم واحد. لكن حضرتك بتقول نحتفي. نحتفي يا فندم، هناك فرق في اللغة. نحتفي معناها أعم وأشمل وأوسع. ليه؟ نحتفي لأن الاحتفاء برسول الله طول العام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أيها السادة، يا أمة رسول الله أفيقوا. رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا نص قرآني، ربنا تبارك وتعالى يعلمنا فيقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فسيدك النبي صلى الله عليه وسلم احتفى بميلاده. وهذا من الأدلة الثابتة شرعا وقطعا على ثبوتية الاحتفاء برسول الله. اثنين يا فندم، اثنين. عندنا آية في سورة يونس، نصها إيه؟ نصها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ما هو فضل الله؟ فضل الله علينا، على أمة رسول الله، بل على البشرية كلها، أن أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما القرآن تنزل عليه هذه الآية علمنا إياها ربنا تبارك وتعالى: قل بفضل الله. فضل الله على هذه الأمة أن أرسل إليها محمد. جبناها منين يا فندم؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إيه؟ رسولا. يبقى منة الله على هذه الأمة وفضل الله على هذه الأمة وتفضل الله على هذه البشرية أن أرسل إليها محمد. اثنين، ما هي رحمة الله في الآية؟ رحمة الله للبشرية هي سيدنا النبي. ليه؟ لأنه رحمة مهداة. نقرأ النص يا فندم. أنا النهاردة بتكلم بدليل. بنص. قال ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ للعالمين. يبقى قل بفضل الله، فضل الله أن أرسل إلينا محمدا. رحمة الله هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفاء هنا تأتي للسببية. السببية، فاء السببية هنا تأتي للفرح برسول الله. ثم لام الأمر. يا جماعة احنا عايزين معلش أنا أقول نريد أن نتدارس لغة. نقول لهؤلاء الخارجين على شريعة الله عز وجل من إخواننا الذين ينكرون أقول لهم: لن تدخلوا الجنة ولن تشموا ريحها إلا إذا أحببت النبي. وأنا أقول لهؤلاء، بزعل قوي لما حد يقول محمد، بزعل قوي لما حد يقول على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك إن نبيك صلى الله عليه وسلم هو الذي أما آدم وأما نوح وأما إبراهيم. فإذا كان إبراهيم خليل رب العالمين فمحمد حبيب رب العالمين. وإذا كان آدم أبو البشرية فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ويكفي نبينا صلى الله عليه وسلم تيها وشرفا أنه أما الأنبياء في بيت المقدس القدس الأسير الذي من هذا المكان نسأل الله عز وجل أن نصلي فيه العام القادم إن شاء الله. أمهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به إماما. ثلاثة يا فندم، في مشروعية الاحتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء به صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الإسراء والمعراج، في الإسراء والمعراج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر على بيت لحم. مر على بيت لحم.
فإذا بجبريل يقول يا محمد قف هنا. نعم. قال ولما يا جبريل؟ قال صلي ركعتين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. نعم. هذا المكان يذكرنا مين؟ بسيدنا عيسى، فقد نعم. ولد نعم. عيسى في بيت لحم. في بيت لحم، نعم. ومر أو في هذا الروايات أن آدم عليه السلام هبط في هذا المكان مرة. نعم. فسيدنا النبي قال لجبريل يا جبريل ما هذا المكان؟ قال هذا المكان الذي ولد فيه عيسى. نعم. عيسى من عيسى؟ عيسى هو الذي بشر برسول الله. نعم. عيسى هو الذي بشر برسول صاحب الله صحيح. صلى الله عليه وسلم. عليه والسلام. نعم. طيب احنا يا فندم بنحتفي بيوم الجمعة. يوم الجمعة ده عيد للمسلمين. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحتفي به ليه؟ بيحتفي به لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في بيت لحم. كويس؟ بيحتفي بآدم ثم يحتفي بعيسى في هذا اليوم. فالأولى بنا أن نحتفي بمين؟ نعم. إذا كنا جعلنا يوم الجمعة عيدا أصغر أسبوعيا للمسلمين، فالأولى بنا أن يكون سيدنا النبي كل يوم عيد لنا. صحيح. كل يوم عيد لهذه الأمة أن أرسل إليها محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني هذا الأمر ليس هو ابتداع، ولكنه هو في صلب هذه المحبة، في صلب هذا التواصل. نعم. ما عرفش في عجالة. نعم فضل. وحد من حضرتك أقول لهؤلاء إحنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة يا إخوانا، علمنا أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. نعم. فنحن حينما نحتفل برسول أو نحتفي برسول الله ليس هذا من البدع. نعم. وليس هذا غير مأسور، بل هذا مأسور. فنحتفي بسيدنا النبي ونسن سنة حسنة. نعم. ما الذي يمنع أن نجتمع في المسجد لنحيي سنة رسول الله؟ إيه اللي يمنع؟ هل عندك نص حضرتك يمنع أن نحتفي برسول الله في المسجد؟ إحنا بنسير على ضد رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربعة يا فندم، في مشروعية الاحتفاء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معلوم علما يقينيا أن مشروعية العقيقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد عق عنه جده في اليوم السابع. جاء البيهقي وأورد إلينا رواية قال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه. طب عق نفسه زي فندم، معلوم أن العقيقة لا تجب إلا في العمر مرة. فإذا كنت حضرتك عندك ابن أو بنت وعقيت عنه فلا تجب العقيقة مرة ثانية. سقطت عنه. نعم. فهذه سقطت عن رسول الله لأن جده عق عن رسول الله في اليوم السابع. لكن سيدنا النبي بيعق عن نفسه ليه؟ بيعق عن نفسه لأنه يعلم فضل الله عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا فضل الله عليه أن أرسله إلينا رسول. خمسة يا فندم. نعم. معلوم أن أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه سورة في آخر سورة في آخر الجزء 30 سميت بسورة المسد، وفي رواية أخرى أنها سميت بسورة أبي لهب. هذا الرجل الذي ناصب النبي عم النبي. هذا الرجل لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد عمل إيه؟ هذا الرجل كانت عنده جارية اسمها سويبة. سويبة دي يا فندم راحت تقول له يا سيدي الحق لقد ولد لأخيك عبد الله ولد له غلام اللي هو سيدنا النبي. فقالت هبي فأنت حرة. أعتق صراحها فرحا بمين؟ بسيد الخلق. بسيد الخلق سيدنا النبي. نعم. وفي هذا قال أحدهم إذا كان هذا كافرا ورد في السنة أن أبو لهب وهو كافر يخفف عنه العذاب لفرحه برسول الله. لا يا سبحان الله. إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مغللا. سبحان الله. إلا أنه ورد أنه يخفف عنه العذاب كل يوم لفرحه بأحمد، فما بال العبد الذي عاش بأحمد مسرورا ومات موحدا. نعم. إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مغللا. إلا أنه ورد أنه يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لفرحه بأحمد،
ده رسول الله. فما بال العبد الذي عاش بأحمد مسرورا ومات موحدا. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب فضيلة الشيخ، دلوقتي هذا الشهر المبارك بما أنه يعني تبارك بمولد الرسول في طيات أيامه، إذن شهر ربيع الأول أيضا كمان له أفضلية ما بين كل شهور الشهور العربية. نقول يا فندم نعم. لهذا الشهر الكريم افرح. نعم. افرح. آن لك الفرح والسرور والبهجة، وآن لك أن تفتخر بين أقرانك وأضغابك. تفتخر إذا كان هذا شهر الحج ذي الحجة، والكل المسلمين تتوجه أنظارهم إلى بيت الله الحرام لأداء المشاعر المقدسة، فنقول لهم قفوا هنا شهر أفضل وأعظم، وهو شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء هذا الشهر الكريم أنه لم يسمى بشهر ربيع فقط، ولكنه خص في اللغة العربية فسمي بشهر ربيع الأزهر. الأزهر. نعم. بالزين يا فندم. ليه؟ لأنه ولد فيه خير مولود صلى الله عليه وسلم، الذي ولد مختونا صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. فسمي هذا الشهر الكريم بالأزهر. نعم. لفرحه بميلاد رسول الله. فآن له أن يفرح أنه ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. أفضلية رائعة وكبيرة. ولكن أنا يعني هذه الصفات وهذه المعلومات عن سيد الخلق تجعلنا يعني نتساءل، أين نحن من هذه الأخلاقيات الرائعة، من هذه يعني طيب النفس في حد ذاتها؟ أصبحنا فضيلة الشيخ وحضرتك عارف ومعاصر وشايف شبابنا، شايف نسائنا، شايفنا كلنا جميعا، ينقصنا الكثير. وبالتالي بين هذا النقص في حياتنا الدينية أصبح لدينا نقص أيضا كمان في حياتنا المادية. نعم. لأنه كل لا يتجزأ. إذا كنا هنتكلم عن الاقتداء وهنتكلم عن كيف نحيي هذه السنة يعني حبا في رسول الله، وأيضا كمان ابتغاء لمصلحة لأنفسنا، فكل شيء ربنا شرعه هو مصلحة لي أنا. نعم. نعم. فضل أنا يا فندم أقول الأمة جمعاء إن اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قول ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة. الآن نقول لشبابنا من أسوتك؟ نعم. لو سألت شاب من أسوتك؟ للأسف يعني مع احترامي الجميع يقول لي أسوتي لاعب كرة فلان فلاني، وأنا لعيب على هذا لأن يعني أنا ممكن أتخذ لاعب كرة قدوة بعد نعم. رسول الله. هذا نعم. لا يمنع نصا يعني. نعم. إذا كان هناك لاعب مؤدب ومحترم يعني عندنا الحمد لله محمد صلاح شاب نعم. شاب محترم ويعني شاب خلوق وشاب على دين وخلق ويعني نال إعجاب الجميع يعني هذا مضرب رائع يعني هذا المثال رائع فضلت الشيخ. نعم يا فندم. يعني لاعب يعني كرة هو ليه حقق نجاحات؟ لأنه هو ملتزم. ملتزم يا فندم. نعم. بيحيأ سنة يعني يعني مؤدس. هو عنده هذه هذا الوازع عنده وازع ديني. نعم. فإذا اقتدى به أهل الشباب فهذا لا يمنع. ولكن قدوتي رقم واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نقول للشباب أو للأمة جمعاء آن لنا أن نفخر وأن نقتدي برسول الله. نقتدي به يا فندم بسلوكه. ليس احتفاؤنا برسول الله بأعلام ترفع، وليس احتفاؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمؤتمرات، وليس احتفاؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بحلوى تؤكل، ولكن ينبغي أن يكون احتفاؤنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننهج وننهل من منهجه. نعم. نشوف سيدنا النبي صار على إيه. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. نعم. وإحدى الروايات الصحيحة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي. نعم. من هم عترة رسول الله؟ آل بيتي. فالاقتداء برسول الله يكون بالسلوك. أنا في الشارع النهاردة ما أحوجنا الآن في الشارع إلى ضبط النفس ضبط السلوك. نرى النهاردة في الشوارع عراك بين الشباب، ما حدش طايق حد، ما حدش مستحمل حد. بدعوة إيه؟ بدعوة الحالة الاقتصادية صعبة، ظروف البلد. طب هنا هنقف هنا فضيلة الشيخ. الحالة الاقتصادية صعبة يعني لو جينا ترجمناها بمعنى آخر يمكن يكون أكتر يعني هيفهمه كل واحد دلوقتي، البركة ما عادش فيه بركة. أيوة فندم. لا بركة لا في ساعات لا في اليوم الوقت.
ولا في الصحة. ولا في الصحة ولا في النار. ليه؟ وآه. لأن هناك حلقة مفرغة بيننا وبين الله عز وجل. نعم. إحنا اعتمدنا للأسف على المخلوق ونسينا الخالق. اعتمدنا على المخلوق ونسينا الخالق. فإذا اعتمدنا على المخلوق ونسينا الخالق ضعنا. فللأسف أنا محتاج البركة. من أين تأتي البركة لأمة معظم شبابها لا يصلي؟ تأتي البركة لأمة معظم شبابها مستني القوى العامة. إحنا عندنا النهاردة يا فندم الجهاز الإداري في الدولة به 6 مليون موظف اكتظ بالموظفين. نعم. احنا النهاردة عندنا ثقافتنا للأسف عند بعض البيوت ثقافتنا ان اخلص كلية اتعين تاني يوم. لا. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان نعلم ان سيدك النبي عنده بركة. بركة من ايه؟ لان كان فيه تقوى. كان فيه ورع. كان فيه وزع ديني لحب البلد. فانا من هذه البلد او من هذا المنطلق احب بلدي وادافع عنها وأزود عنها. ولن تعلو بلادنا إلا بالعمل والإنتاج والرقي. ولن نرتقي إلا إذا كان عندنا وازع من جوة. والله نعرف اثنين. واحد مرتبه في الشهر 10,000 وآخر راتبه 1,000 جنيه. الطفلين مرضوا وصحاب جدا. هذا الطفل مريض بنفس المرض. أخونا ده اللي هو مرتبه 10,000 جنيه حج عند الدكتور يعني كشفه 1,000 جنيه. والآخر راح الصيدلية يبلغ حبتين علاج. شوف يا هذا وهذا عمال يقول لي والله العظيم انا عمال يعني دي مضادات حيويه وما اشوف. سبحان الله. لان مفيش بركه. مفيش رضا. يا فندم النهارده الموظف النهارده معظم الموظفين ليس عنده قناعه. ليس عندنا قناعه بالراتب بتاعنا. فربنا علمنا لئن شكرتم لازيدنكم. نعم صحيح. نحتاج الى الشكر. وهذه قاعده حقيقيه. نعم. فعلا دي حقيقيه. إيه دي فعلا. لا ده على هذه الايه اتعملت ابحاث وعلوم كتيره جدا. يا فندم أنا في علم النفس التربوي. نعم. وعلم النفس السلوكي. نعم. لو جئنا الان بخبير في علم النفس التربوي وعلم النفس السلوكي يقول ان انا كل الشخصيه الفسيولوجيه لكل واحد فينا عاوزة صنفره. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القلوب تصدى. قيل رسول الله وما جلاؤها؟ قال جلاؤها ذكر الله. فانا محتاج اصنفر عقليتي واعرف ان البلد دي لن تنهض او لن يكون هناك بركه في المال او الصحه الا اذا انتجنا وابدعنا. نعم. لكن اذا ظللنا بهذه الحال وانا اقول لشبابنا او لابناء مصر انتوا شايفين اللي حواليكم. انت شايف سوريا، شايف العراق، وشايف ليبيا، وشايف السودان. لم تبقى الا انت. وانت تحارب الان داخليا وخارجيا، بتحارب بكل معاول الهدم. فلا بد لك ان تعلم ان هذا الوطن لا ينهد الا برجاله. وان شاء الله مصر باقيه رغم كيد الكائدين. لان مصر بوعد الله عز وجل ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. امنا مؤمنا. مصرا فان لكم مسألته. نعم نعم. فضيله الشيخ حضرتك اكيد متابع عن هذه النداءات المختلفه لمساواه الرجل بالمراه في كل مناحي الحياه حتى في الميراث وهذه القواعد الفقهيه والشرعيه التي هي احنا عارفينها خلاص دي يعني دي ثوابت. نعم. ثوابت تشريعيه. نعم. والان بيتم تغيير هذا النمط التشريعي. يا فندم هذه دعاوى ليست من ابناء مصر. نعم. ولكن هذه دعاوى تخرج من الذين يريدون هدم مصر. كل يوم يطلعوا لي بند. كل يوم افتح الفيس او افتح مواقع التواصل الاقي حاجه جديده. يعني الاقي حاجه يعني الناس دي بتتفنن الحرب. يا فندم الناس فكرت ان الحرب النهارده حرب بالسلاح. لا لا ما عادش. احنا عندنا يا فندم نص الايه واعدوا لهم. الناس فكرت ان لو وقفنا عند هذه الايه اجلالا بعض الناس يظن ان الاعداد ان شل مدفع. لا. ده النهارده اعداد علمي. هو النهارده بيتفنن بعلمه ان هو ازاي يوجعك. نعم. فالنهارده تيجي يقول لك انا مرجع تونس. انا ليا دعوه بمصر. النهارده الحمد لله انا عندي قياده راشده على راس هذه البلد. الرئيس السيسي حفظه الله لمصر. نعم. وابقاه لمصر زخرا لان هذا الرجل يعني ربنا يبارك فيه شايل حمل كتير احنا مش حاسين بيه. بكره نحس بيه. ثم عندنا قياده راشده اخرى وهي الاستاذ الدكتور احمد طيب شيخ الجامع الازهر. نعم. والدكتور محمد مختار جمع وزير الاوقاف. القيادتين دينيتين علميتين. هاتان القيادتان الحمد لله شيخ الازهر والدكتور محمد مختار جمعه على طول اصدروا بيان من المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في الاوقاف ومن
الأزهر لا مجال للاجتهاد في آيات التوريث، خلصت. نعم نعم خلصت خلاص. نعم. هنا في ظلم على فكرة فضيلة الشيخ للمرأة في حد ذاتها، هي لما هتتساوى مش هيبقى إنصاف. يا فندم المرأة فيها متساوية. ليه يا فندم؟ لأن المرأة ترث النص أحيانا وأحيانا ترث أكتر وترث السمنة أحيانا. يا جماعة احنا عاوزين لما نقف لما نقول هي هتتساوى. أيوة. إذا فلنفرض إن ليها ظروف تخليها تاخد أكتر. بس يا فندم هذه الظروف انطلاقا من التشريع الإلهي. ما احنا بنقول اللي ادها النص مين؟ الله عز وجل. نعم. ولكم نصف ما ترك الا احنا بنقول على ظروفها التشريعيه. أيوة. كما شرع الله ربنا عز وجل وارد يكون ليها اكتر يا فندم. ربنا عز وجل علمنا ذلك فقال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ثم قال في ايه اخرى وليس الذكر كالانثى. ثم قال ختاما في الايه تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم كان الوصف بقى يا فندم الوصف تلك حدود الله فلا تعتدوه ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم. الفاسقون الكافرون. صحيح. يا جماعة دي ثوابت. نعم. يا جماعة فوقوا. أنتم بتحاربوا من خلال أجهزة الاتصال المباشر وغير المباشر. نعم. عبر طريق التواصل الاجتماعي. لا ينبغي أن يتخذ هذا الدين الحنيف لمعول لهدم بلادنا. إحنا الحمد لله كأزهريين ودعاة على رأس هذا الأمر. نعم. خلف قيادتنا الدينية دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. هنا يبان بقى فعلا هذا الدور الرائع للأزهر ووزارة الأوقاف وقد إيه إحنا لدينا أوتاد رائعة. الحمد لله فندم. نعم. عندنا دكتور محمد مختار جمعة حافظه الله عز وجل. نعم. ويعني وكل قيادة وزارة الأوقاف. نعم. يعني ممثلة أيضا في القطاع الديني. نعم. كل يوم حملات دينية تخرج لتعود الشباب في كل يوم في ندوات في النوادي والعشور. ونقول لهؤلاء إن تجديد الخطاب الديني كما لا البعض النهارده بيفهمه على إنه محور الدين. إخوانا ما السلفيين هيلعبوا لا لو سمحت بقى ما تلعبش في النقطة دي لأن إحنا عارفين إحنا حافظين كويس النصوص وعارفين كويس لأن إحنا درسنا في الأزهر الوسطية وعارفين كويس نرد بالأدلة. نقول لهؤلاء ان تجديد الخطاب الديني ليس معناه تغيير الدين. نعم. ولكن معناه اللغوي والشرعي العدول الى المسار الشرعي. نعم. يا جماعه ليس معنى الخطاب الديني او كل يوم نسمع الدعوات ديت من أزهر الأوقاف ليس معنى تجديد الخطاب الديني ان انا بغير الدين. نعم. او غير المفاهيم. نعم. عشان البعض يخش زريعة. لا تتغير المفاهيم ولكن يتغير القضايا التي يتحدث عنها الدين. يعني يا فندم على سبيل المثال الأزهر الان فيه مجلس الحوثي الاسلامية بيعمل ايه يا فندم؟ بيغير المسائل الفقهية. نعم. على سبيل المثال عندي نص فقهي كده نص لو واحد اجر دابة حمار مثلا لو واحد اجر دابة فعاطبت الدابة يعني مشت فعطرت فوقعت الضمان على مين؟ ما ينفعش النهارده انا خاطب اقول دابة ومش دابة وما فيش عندي سيارة عاطبة فاذا لازم يتغير. يتجدد مع تجدد الحياة بانقل يعني الناس الى المسار الصحيح. فضيلة الشيخ لما نتكلم عن التجسس وبقى عندنا موبايلات ممكن احنا ندخل على مواقع حد هل هنا ما نتكلمش عن التجسس الالكتروني؟ أيوة. ما كانش موجود ايام الرسول. أيوة. فلازم أوه. هنا فلازم خطابي الديني يتجدد مع الحياة المتجددة. يا جماعة في حاجة سيدنا النبي حكمها لي خالص. ايه هي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمورنا الدينية بقى الحياتية قال صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه صلى الله عليه وسلم فهو ما عفى عنكم. صحيح. وإحنا مضطرين إحنا يعني ننهي هذه الحلقة الرائعة الحقيقة وحضرتك يعني أفدتنا في أمور كثيرة جدا فضيلة الشيخ علي فتحي منصور الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف. شكرا جزيلا لحضرتك. الله يخليك فندم وأنا سعيد بهذا اللقاء الطيب. شكرا. الحديث مع سيدنا النبي صلى الله عليه الشيخ ومن هذا المكان. نعم. اشكر فريق الاعداد المبارك وهذه القناه المباركه ان شاء الله برجالها الاعلاميين المحترمين لان هذه قناه محترمه. شكرا. لانها دائما تبث الخير لمصر وابناء مصر. واقول لابناء مصر رساله في عجاله الى شبابنا فوقوا واعلموا انكم ماضون الى القوه ان شاء الله والى انتم تحدوا من الخارج فاعلموا ان مصر بقيه رغم انف الكائدين ان شاء الله مصر في امن وامان وفي رباط وجيشها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم جيشها خير أجناد الأرض. نعم. أشكرك يا فندم شكرا جزيلا وأشكر كمان كل السادة المشاهدين اللي تابعونا وشافونا النهاردة وبقول لكم طبعا كلكم تصبحوا على خير ولقاءنا يكون معاكم على رأس الأسبوع القادم. تصبحوا على خير.